هلا هون اذا بنطلع في هاي اللوب عندي هون 0.96 0.96 اللي موجوده هون وحدتها ويبرز وهي عباره عن فاي ار دايركت وبدنا اياه يكون 0.96 ويبرز وهاي اذا متذكر هي عباره عن اي دي ار مكتوبه في قلبي بدي احافظ عليها كونستنت هاي مره ثانيه نرد نتذكر هذه وحدتها ويبرز هذه وحدتها امبيرز وهي وحدتها اندكتنس هاي هي الماجنتايزيشن اندكتنس في كرنت لازم امرره فيها حتى يعطيني 0.96 بدي هذا يكون ثابت 0.96 هلا بتلاحظوا احنا لما عملنا رننج للموديل قبل شوي هون اذا رجعت هون الموديل الاوبن لوب موديل تذكر بالله الباب يا سليمة اذا سمحت لما عملنا رننج لهذا الموديل وطلعنا هون على قيم اي تي ار واي كيو ار هذا هو الاكسايتيشن اللي هو اي دي ار اللي قلنا لازم يضل كونستنت هذا بتغير مع التور بس هذا لازم يضل كونستنت قيمته كانت تقريبا 27 امبير لازم تضلها كونستنت طول الوقت فبنحاول نحافظ عليها طول الوقت 27 امبير اذا اخذنا هون عوضنا 27 امبير عند اي دي ار عوضت هون 27 امبير بدي اضرب الان في ال ام من وين بجيب ال ام تبعت المحرك من نفس الموديل نفس الموديل هون ندخل بنلاقي هي ال ام تبعت المحرك اللي هي بالهنري اللي هي 34.7 ملي هنري اذا ضربنا هذول الرقمين ببعض بيطلع تقريبا عندي 0.96 تقريبا 0.96 فهذه جاي من فكرة انه انا لازم احافظ على constant flux constant direct flux اللي بعطيني ال constant direct flux هو ال direct current اللي بمر فيه ال M اذا ضربت هدول القيمتين في بعض رح يعطيني ال maximum ال value اللي لازم دائما احافظ عليه وهذا هون اجت اللوبز اللوب هذه constant input ما بتغير الانبوت تبعها فالست value تبعت هاي اللوب اللي شفناه هون اللي هي هذا ال value هذا ال value رح يضل دائما constant ما رح يتغير. Thank you.